ضخيم الركبان، عاني من البرد، قلة المواد، الحمد لله محاصرين من كل شيء، من قلة طبابة، موجة الزقيع والبرد، كل شيء غالي، الحطب غالي، المازوت غالي، مواد كاملة بالكامل هون غالية. عنا أطفال عم نبعثها تلم كياس وتلم كل شيء من الأراضي. الأطفال التمرض من الأوساخ هذه، نحطها بالصوبة تدفئة وما بيشغل يا عمي نشتغل. لتر مازوت ب4000، مو عنده شي نشتغل هالمخيم، وضعنا سيئة، ما بمساعدات تجينا. بالنسبة للمواد الأساسية، الخبز غالي، السكر غالي، الطحين غالي، يعني اللي عنده قدرة بجيب، اللي ما عنده قدرة لا حول ولا قوة إلا بالله.